السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم شمس من قناتي اكلة وحاجة حلوة. النهاردة هنعمل مع بعض عصير الجبار ده. زي ما حضراتكم شايفين ده عصير ليمون بالنعناع. عصير ليمون بالنعناع، شامين الريحة؟ يلا بينا عشان اقول لكم عملته ازاي خطوة بخطوة. ده مش ليمونادة، لا ده عصير ليمون بالنعناع. يلا بينا عشان اقول لكم المقادير. بس قبل ما اقول لكم المقادير ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو اول مرة تدخلي قناتي تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. ومستنية منكم احلى كومنت يا احلى متابعين، وشير بقى لكل اصحابكم وكل قرايبكم عشان القناة تتعرف ونكبر واستمر معاكم كده على طول. يلا بينا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا بقى عشان اقول لكم المقادير. معايا الشفشق بتاع الخلاط، ومعايا فيه ميه، ومعايا سكر كده، ومعايا ليمونه هقطعها واحطها في الخلاط كده برضو، ومعايا ايه، معايا نعناع، معايا عود نعناع هنغسله، وهقرطف الورق بتاع النعناع معايا هنا. يلا بينا بقى نحط عود النعناع مكانه. يلا بينا بقى ايه نضربها في الخلاط ونرجع مع بعض كده. خلاص ضربنا العصير بتاعنا. يلا بينا عشان نصفيه نجيب مصفى، ونجيب شفشة عشان نصفي فيه العصير. يبقى كده معايا شفشة نصفي فيه العصير والمصفى بتاعتنا. زي ما قلتلكوا مفيش مرة هنقدم اي عصاير لاي ضيوف من غير ما تتصفى. كده صفينا العصير بتاعنا. يلا بقى عشان نقدمه في الكوبايات. كده جبنا الكاسات بتاعتنا ومعانا العصير. يلا بينا بقى كده، طعمه حلو خالص مختلف، فيه انتعاش. ونجرنش بقى، نشوف العود اللي كنا غسلينه ونحط منه ورق. وده كان عصير النعناع معانا. وبألف هنا وشفا، وكانت معاكم شمس من قناتي أكلة وحاجة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.